بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء جديد في مقاربات وشكل جديد. نشكر الإخوة في إدارة القناة وفي العمليات الفنية على هذا الشكل. نتمنى أنه يصاحبوا كذلك حضور على مستوى المحتوى بإذن الله تعالى. ليس من قبيل التبسيط أن نصف الحضارة الإسلامية العربية بأنها حضارة النص، بمعنى أنها حضارة أنبتت أسسها وقامت علومها وثقافتها على أساس لا يمكن تجاهل مركز النص فيه. وليس معنى ذلك أن النص بمفرده هو الذي أنشأ الحضارة، فإن النص أيا كان لا ينشئ حضارة ولا يقيم علوما وثقافة. إن الذي أنشأ الحضارة وأقام الثقافة جدل الإنسان مع الواقع من جهة، وحواره مع النص من جهة أخرى. في ملف العقل الإسلامي تتواصل المقاربات مع أستاذ الفلسفة بجامعة النيلين والأمين العام لنادي الفلسفة السوداني الدكتور مجدي عز الدين حسن، فأهلا به وبكم. دكتور مجدي مرحب بك، وأنا سعيد بحضورك للمرة الثالثة في مقاربات. مرحب مرحب، الله يبارك فيك. الحلقة دكتور عن مشاريع نقد الخطاب الديني، وهي مشروعات شكلها تقريبا مشروع العقل العربي الكبير أو نقد العقل العربي الكبير. في البداية دكتور، سؤال عن النص وسؤال الفهم وعلاقة النص بالمفكر. يعني طبعا يعني قبل الإجابة على السؤال ده، يعني دار أشير إشارة سريعة جدا لأنه المشاريع الفكرية العربية المعاصرة اللي اهتمت بنقد الخطاب الديني نحن ممكن نستثمرها ونوظفها في بناء وعي إسلامي مستنير. أفتكر إنه مجتمعاتنا المسلمة في أمس الحوجة إليه، خاصة في ظل الوضعية يعني البائسة والحالة المزرية التي آلت إليها الإسلاميات والتي آل إليها الفكر الإسلامي في الراهن المعاصر. نعم. ومشاريع نقد الخطاب الديني هي يعني مشاريع بتنطلق أو بتهتم بشكل أساسي بانشغال نقدي بالتراث الديني الإسلامي، وبتشتبك بصورة مباشرة مع الخطاب الديني السائد والمسيطر سياسيا وإعلاميا، وهي محاولة جادة يعني هدفها الأساسي بيكمن في إعادة قراءة التراث الإسلامي في مصادره الأولى، وهي بتقدم لنا قراءة جديدة وقراءة مختلفة وقراءة مغايرة عن القراءات التقليدية السابقة، يعني اللي كانت بتركز بشكل أساسي على اجترار الماضي وإعادة إنتاجه. بالتالي مشاريع نقد الخطاب الديني يعني الشيء اللي بيلفت انتباهنا لها إنها هي اقتحمت مناطق المحظور والمسكوت عنه في الوعي الديني السائد، ولذلك هي في حالة اشتباك. بالضبط كده. ونحن ممكن ننظر لها باعتبار انها هي تواصل مع خطاب النهضة اللي بدأ في القرن التاسع عشر. نعم. مع الشيخ محمد عبده، ومش يعني يعني حتى ممكن نرجع لما قبل القرن التاسع عشر وننظر لها باعتبار انها هي تواصل مع يعني الخطاب العقلاني في التراث الديني ابتداء من إنجازات المعتزلة وابن رشد. نعم. بالنسبة للنص وسؤال الفهم، يعني زي ما أنت أشرت في البداية إنه الحضارة العربية الإسلامية يعني هي حضارة النص، وبالتالي التساؤل الأساسي اللي بنلقاه في معظم مشاريع نقد الخطاب الديني كان بيهدف بشكل رئيسي للإجابة على سؤال كيف نفهم النص، كيف نتعاطى مع النص.
لابد من يعني لو مثلا رجعنا لكتاب زي كتاب مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن لنصر حامد أبو زيد. أيوة، يعني بنلقاه إنه يعني بيقصد بالنص هنا القرآن الكريم، بالتالي البحث عن مفهوم للنص هو بحث عن ماهية القرآن وعن طبيعة القرآن بوصفه نصا لغويا. نحن هنا أمام منظور يتعاطى مع القرآن باعتباره منتج ثقافي، بمعنى أنه مشروط ومحدد بأفق ثقافي معين تشكل خلال فترة زادت على 20 عاما وبنظام لغوي محدد. نعم. طيب دكتور، أنا ما عايز أقاطع استفسارك، لكن القرآن منتج ثقافي، المسألة دي في كثير من الأحيان بعض الناس بيعتقدوا إنها هي بتتعارض مع قداسة القرآن الكريم. الحديث عن إنه القرآن باعتباره هو منتج ثقافي تشكل زي ما قلت على فترة زمنية طويلة جدا، بعض الناس دي واحدة من المآخذ اللي أخذت على دكتور نصر حامد أبو زيد باعتبار إنه تعامل مع القرآن بعيد عن فكرة القداسة وإنه حوله لنص ثقافي أو منتج ثقافي. طبعا هنا يعني نحن ممكن نقول انه دي اساءة فهم، لانه نحن ممكن ننظر لها بصورة مغايرة. يعني حتى لو رجعنا لكتاباته بنلاحظ انه هو يعني كان بيتحدث عن المصدر الالهي للنصوص الدينية، وبالتالي هو كان بيسلم بالوحي وبيسلم بمصدره الالهي. صحيح انه هو بعد ذاك يعني احنا بنلقى انه جدل النص الثقافه والنص الواقع حاضر يعني بكثافه في كتاباته، ويمكن دي المساله الاساسيه اللي هو ركز عليها. لا يمكن الحديث عن لغه عليها مفارقه للثقافه والواقع. بالضبط كده. وطالما انه لا نستطيع انه نحن نتحدث عن لغة مفارقة للثقافة، ولا نستطيع انه نحن نتحدث عن لغة مفارقة للواقع، النصوص الدينية تجسدت عباءة اللغة. يعني الله سبحانه وتعالى حين أوحى للرسول بالقرآن الكريم اختار النظام اللغوي الخاص بالمستقبل الأول. وهنا اختيار اللغة نحن بننظر له ما باعتباره اختيار لوعاء فارغ، بقدر ما إنه اختيار عنده مداليله، خاصة إنه اللغة هي أهم أدوات الجماعة في إدراك العالم وتنظيمه. وبالتالي الحديث هنا عن النظام اللغوي للغة العربية. نعم. وطالما أن النص تجسد اللغة، وطالما أن اللغة ليست مفارقة للثقافة والواقع، فبالتالي نستطيع أن نصل إلى نتيجة فحواها أن النص هو الآخر، ليس بمفارق للثقافة والواقع طالما أنه داخل إطار النظام اللغوي للثقافة. ألوهية مصدر النص يعني لا تنفي بأي حال من الأحوال واقعية محتواه، دي النقطة المهمة شديدة جدا. وده المفترض يتعامل معه المستقبل باعتبار أنه النص مفترض يجد إجابات لأسئلة الواقع الحاضر. نعم. هو تحدث عن جدل النص الثقافة والنص الواقع من خلال مرحلتين، يعني اللي هي مرحلة تشكل النص. أيوة. المرحلة اللي تشكل فيها النص ويتكون. نعم. والنص على اعتبره بعد ذاك هو على اعتبار انه هو منتج ثقافي. نعم. نعم. اللي هي المرحلة الأولى هي مرحلة تشكيل الثقافة للنص، وبالتالي النص هنا عنده علاقة كبيرة جدا جدا بالثقافة العربية. والمرحلة الثانية هي المرحلة انه النص اصبح فيها هو المسيطر والمهيمن، النص المسيطر والمهيمن،
وبالتالي أصبح منتجا للثقافة. بالتالي هنا في حديث عن أو في نظرة للنص باعتباره منتج ثقافي، ومن الجهة الثانية نظرة للنص باعتباره منتج للثقافة. وأصبح منتج للثقافة العربية زي ما قلنا قبل شوية، بعد أن أصبح النص المهيمن والمسيطر داخل إطار الحضارة العربية الإسلامية. طيب المرحلتين دي دكتور والسياقات، السياقات أنتجت مرحلة أولى يكون الثقافة هي اللي بتشكل النص، ومرحلة ثانية يكون النص هو الذي ينتج الثقافة باعتبار أنه هو أصبح نص مسيطر وأصبح نص مهيمن وأصبح لا فكاك، أنه الثقافة كلها لابد أنها تنتمي لهذا النص. شنو السياقات اللي نشأ فيها أدت إلى تكوين هاتين المرحلتين؟ أنا زي ما قلت هسي شوية إنه يعني المرحلة الأولى بترجعك لسياق بتفرز لك الثقافة العربية في القرن السابع الميلادي، وبأي حال من الأحوال لا تستطيع وأنت تدخل على نص أيا كان إلا وأن تفهم على ضوء سياق التاريخي الذي تنزل فيه. ويمكن دي مسألة ذاتها يعني القدماء فطنوا ليها يعني، وعشان كده نحن بنلقى عندهم طوالي علم أسباب النزول. نعم كويس. هو في السياق ده هنا ما في سؤال بيطرح نفسه، إنه علم أسباب النزول بيورينا إنه في فعلا جدلية ما بين النص وما بين الواقع، في ارتباط جدلي ما بين النص وما بين النص الواقع وما بين على واقع وما بين الثقافة. وبالتالي نحن هنا بنفهم انه النص اصلا كان استجابة لتحديات طرحت على مستوى الواقع. ودي مسألة مهمة للغاية. ومفترض يعني بالنسبة للوعي الديني السائد مراعاتها، يعني مسألة مهمة شديد جدا جدا. ليه؟ لأنه الجدلية دي غايبة تماما اليوم. طيب يا دكتور الآن أنا أفهم أنه أسباب النزول هي واحدة من الحاجات اللي بتدلل على أنه النص نزل لإجابة على تساؤلات لها علاقة بالواقع، لكن فكرة أنه تظل أسباب النزول مستمرة على طول العصور والأزمان ده برضو في بالمقابل بيدي انطباع انه النص جمد او النص اصبح لا يجيب على تساؤلات لها علاقه بواقع اليوم يعني. فكيف انا استطيع انه احيل افك الاشتباك ده، انه اسباب النزول ما تبقى هي اسباب النزول المستمره على مدار التاريخ، وانه في نوازل اخرى حدثت عليه على فترات اخرى، وين موقع النص من الاحداث التي حدثت لاحقا او النوازل التي حدثت لاحقا؟ طيب يعني ده سؤال جيد. طبعا انا لما اشرت لعلم اسباب النزول كان في سياق الاستشهاد بالمرحله الاولى اللي هي مرحله تشكيل الثقافه للنص للنص. وبالتالي نحن هنا ممكن ننظر لعلم اسباب النزول بنظره مغايره ومختلفه. وعشان كده احنا يعني هنا بنتكلم عن دعوة لإعادة قراءة علوم القرآن وإعادة تأسيس كاملة لعلوم القرآن. أسباب النزول في إطار إعادة القراءة دي وإعادة التأسيس، احنا هنا بنتحدث عن نزول مستمر نوازل مستمرة للنص، لكن مع واقع مختلف ومع واقع متجدد ومتغير باستمرار. فمن خلال تجدد الواقع ده ومن خلال النزول المستمر نحن بنتحدث عن استجابة من قبل النص للتحديات المفروضة على مستوى الواقع. هنا في سؤال كبير بيطرح نفسه أفتكر، إنه هل يعني هل نحن بنبحث عن حلول لمشاكل الواقع ولقضايا الواقع
داخل النص. ده سؤال مهم شديد جدا جدا. أم أننا نبحث عن هذه الحلول أو بطريقة أخرى إنه البحث عن الحلول للمشاكل المستجدة ما عنده علاقة بسياق الرجوع للنص. المسألة دي هي ذاتها بتطرح سؤال حول حدود النص نفسه، بتطرح سؤال حول حدود النص. وعشان كده بيدخلنا النص، هل هو قادر على التعامل مع كل العصور، مع كل الأزمنة، مع كل المشكلات؟ لا، هو سؤال بالطريقة دي سؤال ممكن يكون ما منتج. هو سؤال مقبول لكن سؤال ما منتج، لأنه ببساطة احنا ممكن نقول إنه النص عنده صلاحية فوق الزمان وفوق المكان، شرطا أن نفهم أن الصلاحية دي بأي حال من الأحوال مرتبطة بشروط اجتماعية وشروط سياسية وشروط ثقافية محددة. الشروط الاجتماعية الثقافية دي هي اللي بتحدد صلاحية تأويل ما للنص. يمكن المسألة دي هي ذاتها بترجعنا لثنائية الدين والتدين، وبتدخلنا في سؤال يعني كبير، انه يعني ما الدين؟ نحن دائما بنخلط ما بين الدين وما بين التدين، المفاهيم التدين طبعا شكل تاريخي للدين، واذا جاوبنا بصوره مغايره بنقول انه الدين بياخذ شكله في مرحله تاريخيه ما، في عصر تاريخي ما، من خلال التدين. وإذا مشينا بالتحليل ده وبالمقاربة دي لأبعد حد، حتلقى إنه الدين لا يظهر إلا من خلال التدين. وإذا مشيت بالتأويل ده لآخر مدى له، حتلقى إنه الدين هو التدين نفسه. حتلقى إنه لا يمكن فهم المثال إلا من خلال الواقع الذي يتنزل فيه هذا المثال. طيب لو مشينا بالتدرج ده يا دكتور، بيبقى الثابت وين والمتحول وين؟ يعني لما نقول الدين ما بياخذ شكله الا من خلال التدين، وكل فتره والثانيه انت بتلاحظ ان انماط التدين مختلفه ومتغيره يعني. فالثابت وين والمتحول وين؟ يعني الدين هل في كل الاحوال يظل هو ثابت مثلا؟ وبالتالي زي ما يتشكل في اي شكل من اشكال التدين بيبقى مقبول؟ لانه في كثير من الاحيان انت بتلاحظ انه في الدين بياخذ اشكال عبر التدين، في بعض الاحيان قد لا تكون مقبوله يعني. يعني سؤال الثابت والمتغير هو ذات السؤال، يعني سؤال النسبي وسؤال المطلق. ما المطلق وما النسبي؟ المطلق نفسه في عصر من العصور قد يتحول لنسبي، قد يتحول لنسبي، وبالتالي هنا حديث عن مطلق في نسبيته، مطلق في نسبيته. لكن المسألة المهمة إنه المسألة دي زي أنا ما قلت مرتبطة بالشروط الاجتماعية والثقافية، هي اللي بتحدد الثابت والمتغير. المسألة مسألة الثابت ومسألة المتغير هي في نهاية المحصلة مسألة فهم ومسألة تأويل. دي مسألة مهمة للغاية. نحن كمؤولين كمفسرين نحدد حسب فهمنا للنص ما هو الثابت في النص وما هو المتغير داخل النص. دي مسألة. المسألة الثانية، المسألة دي أيضا لها علاقة ب حدود النص وقدرة النص على الإجابة على تساؤلات معاصرة. حدود النص يعني الليلة مثلا مع الخطاب الإسلامي الحركي الحديث والمعاصر، في حديث عن أسلمت العلوم وأسلمت المعرفة، أسلمت الفنون والآداب، أسلمت الاقتصاد، أسلمت السياسة إلى آخره. دي هي بتطرح دي الحاجة اللي بقصدها أنا بحدود النص. لانه
في التأويل بينظر للنص باعتباره كتاب هداية للبشر بالدرجة الأولى. نعم. دي نقطة. وينظر للواقع الاجتماعي والواقع السياسي والواقع الاقتصادي بأنه ما عنده علاقة بالنص، لا من بعيد لا من قريب. بمعنى أن المشاكل إذا المشاكل الاقتصادية أو المشاكل السياسية أو المشاكل الاجتماعية حلول أو ابتكار حلول لهذه المشاكل، نحن بنستمد بشكل أساسي من العقل وليس من النص. نعم. طيب المرحلة الثانية دكتور، اللي هي المرحلة اللي أصبح فيها النص يشكل الثقافة، وأصبح النص هو النص هو المسيطر وهو المهيمن. بالنظر لهذه المرحلة دكتور، يعني هل ده في صالح النص، انه النص يصبح هو المسيطر وهو المهيمن؟ هل المسألة دي نفسها يعني خلت الى حد ما الناس يحجموا من التعامل مع النص باعتبار انه هو حاجة مقدسة، حاجة مسيطرة، ليس من 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 السهل انه يتعاملوا معه على اعتبار انه هو منتج للثقافة؟ طبعا السؤال برضو انا ممكن احوله ل سؤال آخر، إنه المصلحة يعني بأي معنى نحن بنتحدث عن مصلحة للنص؟ يعني حتى النص نفسه من منظور ديني، يعني هل كان يتحدث عن مصلحة النص أم أن الحديث عن مصلحة الإنسان ومصلحة البشرية؟ فأفتكر عشان كده إنه الإيشو الأساسي هو مصلحة الإنسان وهو مصلحة البشر يعني، ودي واحدة من الحياة الأساسية، من المقاصد الأساسية للدين. لأنه إذا طرحنا سؤال لماذا الدين، إذا ما ربطنا الإجابة دي بتحقيق مصلحة الإنسان بتكون في مشكلة كبيرة جدا جدا، مش في الدين وإنما مشكلة في طريقة تفكيرنا وطريقة تعاطينا وطريقة تعاملنا مع الدين. وعشان كده أنا أفتكر إنه المشكلة دي موجودة. وعشان كده علم الكلام القديم كان محور لاهوتي، يعني كان محوره المسألة الأساسية فوكس بتاعه هو الله. عشان كده احنا بنلقى حتى في المشاريع الفكرية العربية المعاصرة من يتحدث عن علم كلام جديد يكون محور الإنسان. فدي طريقة تفكير. وممكن تلقى سند ديني للتأويل الأول اللي كان بيرتكز وبيهتم بشكل أساسي على القضايا الماورائية، وأيضا ممكن تلقى سند ديني للتأويل الثاني اللي بيرتكز بشكل أساسي على الـ 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 الإنسان. فعشان كده أنا أفتكر إنه دي المسألة الأساسية، دي المسألة الأساسية. الحديث عن نرجع تاني للثقافة والنص، دي مسألة مهمة للغاية. القدماء فهموا النص من خلال ثقافتهم. أنت بأي حال من الأحوال لا تستطيع أنك تخترق أفقك التاريخي، لا تستطيع أنك تفكر وتستجلب مقولات مفاهيمية تفكر من خلالها في ما يختص بالله والإنسان والطبيعة والكون إلى آخره. وعشان كده التصورات اللي كانت موجودة في القرن السابع الميلادي، ويمكن دي مسألة يعني أشار لها الجابري مثلا في كتابه تكوين العقل العربي، الجزء الأول من سلسلة الجابري عن نقد العقل العربي. في التكوين العقل العربي أفتكر أنه في الفصل الرابع إن لم تخني الذاكرة كان عنوان به الإعرابي صانع العالم العربي. الإعرابي صانع العالم العربي بتاني في سياقنا ده أنه ثقافة الإعرابي هي اللي شرطت
النظره للنص. نعم، ودي ضيقت فكره النظر للنص من زوايا اخرى. اكيد طبعا. اكيد طبعا. ما حد هسه هنا ما في مشكله، ما في مشكله، لانه الاعرابي تعاطى مع النصوص من خلال سياق التاريخي، لكن المشكله في التجمد. المشكله في العقليه المسلمه المعاصره التي لا زالت مصره على اللجوء لذات طريقه التفكير النظر بها الاعرابي للنص، متناسيه المسافه التاريخيه التي تفصلنا عن عالم الاعرابي، ومتناسيه حركيه الواقع المتسارعه والمتغيره بوتيره متسارعه. دي مساله غايه في الاهميه. نعم، ومتناسيه انه الاسلام نفسه دين شامل يعني لكل البشريه بالتاكيد. نعم. طيب دكتور، احنا نستاذنك ناخذ فاصل قصير، نعود مره اخرى لمواصله الحديث حول مشاريع نقد الخطاب الديني. فاصل قصير ثم نعود مره اخرى لمواصله الحديث مع الدكتور مجدي عز الدين حسن، استاذ الفلسفه بجامعه النيلين. اهلا بكم من جديد، نحن في مقاربات مع الدكتور مجدي عز الدين حسن، استاذ الفلسفه بجامعه النيلين والامين العام للنادي الفلسفي السوداني، حول مشاريع نقد الخطاب الديني. دكتور مجدي، مرحبا بك مره ثانيه. نصر حامد ابو زيد باعتبار انه هو من اكثر الفلاسفه تقريبا اللي تحدثوا عن النص، وكتابه الشهير الجمع بين الوهيه النص من حيث مصدره، من حيث مصدر النص، ومن حيث بشريته، من حيث المحتوى. الكلام ده عند نصر حامد ابو زيد، لكن الدكتور علي حرب بيعتقد انه الكلام ده يا دكتور في منتهى التلفيق، وانت عالجت هذه المساله في واحده من الاوراق التي قدمتها لاحد المؤتمرات. كيف تنظر للجمع بين الوهيه النص من حيث المصدر وبين بشريته من حيث المحتوى؟ الوهيه مصدر النص من جهه اولى، و بشريته من جهة ثانية. طبعا بشرية النص هنا المقصود بها واقعية محتواه، واحد، ومقصود بها أو بتتمثل في بعد اللغة، لأنه اللغة دوما مرتبطة بالإنسان للدرجة بتخلينا نقول إنه طرائق التفكير اللي بتفكر بها جماعة ما، وطريقة اللي تدرك بها العالم، تدرك بها الإنسان، تدرك بها الله، والطريقة اللي بتقيم بها علاقات بين هذه الأقطاب هي مستبطنة في اللغة التي تتحدثها هذه الجماعة. يبقى ده البعد الإنساني، وعشان كده هنا في حديث عن بعد إنساني في عملية الوحي نفسه. الوحي مصدره إلهي. دي كانت وجهة نظر أبو زيد. علي حرب كان بيفتكر إنه وجهة النظر دي تلفيقية، بمعنى إنه لا يمكن الجمع بين ألوهية مصدر النص وبشرية المحتوى، بين بشرية المحتوى. طبعا هنا كان المقصود برضو ببشرية المحتوى انه نحن ممكن ندخل على النص الديني ونحلله بأدوات علمية. دي المسألة اللي كان معترض عليها علي حرب. طبعا واحدة من اعتراضاته يعني هو ما كان متوافق حتى مع
تعريف الأورد أبو زيد للنص، لأنه أبو زيد نظر للنص باعتباره نص لغوي بالأساس وثقافي. يس، يعني في نظر له باعتباره نص لغوي، ونظر له باعتباره منتج ثقافي. ثقافي ومنتج للثقافة أيضا. فحرب كان بيفتكر انه التعريف الاول له تعريف مغرق في عموميته. يعني شنو لما تقول النص نص لغوي؟ ما اي نص هو نص لغوي. لغوي؟ يعني جديد شنو في المساله دي كانت وجهه نظر علي حرب يعني ببساطه. لكن المساله الجديده انه هنا في حديث عن بعد لغوي في النصوص، وده بالتالي يستدعي آليات وأدوات يمكن عن طريق التعامل مع النص، ويمكن عن طريق توسله الوصول لفهم للنص وإنتاج معنى ودلالة عن النص. فدي نقطة. نقطة تانية انه يعني انا شخصيا بفهم من انتقاد حرب لابو زيد انه كانه علي حرب بيخير ابو زيد وبيخيرنا معه، اما القبول ب المصدر الالهي للنصوص، وبالتالي اذا قبلنا بالمسلمة دي بالتالي ما نتحدث عن وما بشرية نتكلم عن ومحتوى للنص. لا ما نتحدث عن أي مقاربة علمية للنص. أوكي؟ وإما نقبل بمقاربة علمية موضوعية للنص وننفي ألوهية النص. المصدر الإلهي للنص. أبو زيد بيتجاوز الموقف ده، يعني أبو زيد دار يجمع ما بين الموقفين. ما أبو زيد دار يقول إنه المصدر الإلهي للنص لا ينفي بأي حال من الأحوال ولا يمنع بأي حال من الأحوال من إنتاج مقاربة علمية موضوعية للنص، وده كلام سليم افتكر، وافتكر انه كلام ما فيه يعني يمكن دكتور على حرب، وبيحاول انه يجمع. نعم. ابو زيد بيحاول دكتور يجمع على دكتور على حرب كان ما بين وما بين الايمان. نعم، يعني يمكن انتقاد دكتور على حرب لانه كان اكثر حرصا على فكره غداسه النص، يعني كان بيعتقد انه جزء من الحديث عن محتوى بشري للنص او النظر بشكل عقلاني للنص قد يبعدنا عن فكرة أن النص ده إلهي، وبالتالي يجب النظر إلى النص في هذا السياق. والله يعني أنا بفتكر أنه على العكس تماما، يعني أنه أبو زيد على حرب ما كان مورقاه المسألة دي، يعني لا من بعيد لا من قريب، وبالعكس كان معترض. يعني كان معترض، وعشان كده هو كان حتى في انتقاده لأبو زيد يعني وصف أبو زيد بأنه هو أصولي ويقف على أرض أصولية، وإنه يعني ما قدم شيء جديد، ونفس الكلام اللي بيضطر فيه هو ذات الكلام اللي اضطروه الأصوليين. كويس، نعتي أبو زيد بالأصولي جاء من وين؟ جاء يعني حسب اعتقاد علي حرب في تأكيد أبو زيد على المصدر الإلهي للنص، لأنه أبو زيد بشكل واضح بيأكد على انه النص الهي، انه الوحي جزء اساسي في تشكيل النص، انه النص الهي، لكن بيأكد ايضا على انه المساله دي باي حال من الاحوال لا تعيقنا من انتاج مقاربه علميه وموضوعيه للنصوص. وعشان كده هو كان مشروعه كله، حلمه الاساسي وهدفه الاساسي انتاج المقاربه الموضوعيه العلميه لل نعم. طيب دكتور نصر حامد ابو زيد، دكتور يعني اهم التساؤلات كانت عن الكيفيه التي يمكن عبرها الوصول الى المعنى الموضوعي للنص القراني. يعني بمعنى، هل يمكن الحديث عن وجود سابق لمعنى موضوعي للنص؟
يعني معنى موضوع الكلام أو الحديث عن معنى موضوع للنص القرآني ده كان واحد من أهداف أبو زيد، اللي هي فكرة المقاربة العلمية للنص. بالضبط كده، اللي هي فكرة إنتاج مقاربة علمية للنص، وبالتالي إنتاج فهم علمي بالتراث. عشان كده نحن مفردات زي مفردات فهم علمي بالتراث، وعي علمي بالتراث، بنلقاها بكثرة كتابات في أبو زيد. كتاباته. نعم. إنتاج معنى موضوع للنص القرآني، أبو زيد كان بيفتكر إنه طوال التاريخ الإسلامي طوال التاريخ الإسلامي الكل يتحدث عن الإسلام، الكل يتحدث باسم الإسلام، الكل يدعي تمثيل الإسلام. طوال التاريخ الإسلامي نحن بنلقى منظومات تفسيرية متعددة، بنلقى تأويلات متعددة ومتباينة ومختلفة لذات النص الواحد، لذات النص القرآني. التعدد ده والتباين ده بيصل في كثير من الأحيان لدرجة التناقض والتعارض بين هذه التأويلات، هو الشغل أبو زيد. وعشان كده أبو زيد كان بيحاول إنه ينتج مفهوم موضوعي للإسلام، اللي هو ده حد أدنى تعريف في حده الأدنى يمكن أن يلتقي عنده الكل، دي بحيث الغاية لما نقول دكتور، إنه ما يعني الإسلام نعم هي دي الغاية، تكون الإجابة هو كذا وكذا وكذا. دي الغاية اللي خلته يعيد طرح السؤال عن ما هو الإسلام، يعني نعم هي دي غايته إنه يجد المشترك ده. نعم نعم وعشان كده هو طرح السؤال ما الإسلام؟ ويمكن يعني ما الإسلام؟ السؤال ده نفسه يعني ما مسلماته؟ ده سؤال بيخضع المسلمة وبيخضع البديهة للتساؤل. عشان كده احنا دائما المسلمات والبديهيات ما قاعدين نخضع للسؤال. عشان كده احنا مفترض الليلة نطرح السؤال ده، انه ما الإسلام؟ يعني احنا لازم بندعي كلنا كجماعات كتيارات كاتجاهات إلى آخره، يعني كأفراد، إنه نحن على دراية تامة بالإسلام. لكن إذا واجهنا السؤال ما الإسلام، أفتكر إنه ده كان هدف أبو زيد. وعشان كده أبو زيد هنا كان بيتحدث عن إسلام موضوعي، عن إسلام موضوعي، وبالتالي عن مقاربة علمية. هو بيفتكر إنه نحن ممكن نصل للفهم الموضوعي للإسلام ده عن طريق مقاربة علمية. نعم. عن طريق مقاربة علمية. هنا هو بيميز بين موقفين، يعني بلغة الجابري فهم تراثي للتراث، وفهم علمي بالتراث. وعشان كده إلى الآن نحن بنجد فهم تراثي للتراث للتراث وللمصدر الأول للتراث نفسه اللي هو القرآن الكريم. نعم. طيب دكتور، أنت نفسك في طرحك، يعني أنت في طرحك بتعتقد أنه طرح السؤال بهذه الكيفية عن ما هو الإسلام هو جري وراء وهم الموضوعية، يعني. نعم نعم فعلا، يعني دي أنا مثلا ما بتفق فيها مع أبو زيد، لأنه بفتكر أنه الموضوعية ده ما محلها. أنت يعني ما ضروري طرح السؤال عن ما هو الإسلام، يعني ما حاجة موضوعية انه نطرح السؤال الآن عن ما هو الإسلام؟ لا، ما المقصود كده. نحن بالعكس السؤال مشروع. طيب. كويس، لكن أنا بتحدث عن المسلمة الصدر منها أبو زيد. نعم. أبو زيد بيفتكر إنه نحن ممكن نصل لفهم موضوعي للإسلام. المسألة دي التاريخ نفسه بيبين انه المساله دي ما تحققت في اي وقت من الاوقات، وبدليل التعدد. التعدد والتباين على مستوى الافهام، على مستوى التاويلات، على مستوى التفسيرات، على مستوى الاتجاهات، على مستوى المدارس، على مستوى التيارات الى اخره، ده دليل واقعي ومادي وملموس على
انه الفهم الموضوعي ده ما تحقق. لكن دي ما الاشكاليه، دي ما الاشكاليه، لانه اصلا المساله دي بترجعنا لنظريه المعرفه، نعم وبترجعنا لنظريه التاويل الحديثه والمعاصره. كويس، لما نرجع لنظريه المعرفه، نظريه المعرفه نحن بنربط الفهم الموضوعي العلمي بالطبيعه، وبالتالي بالعلوم اللي اشتغلت على الطبيعه اللي هي بالعلوم الطبيعيه. وعشان كده مسلمه الموضوعيه اصلا هي مرتبطه بدائره العلوم الطبيعيه. حتى على مستوى العلوم الاجتماعيه والانسانيه، علوم الانسان والمجتمع، الليله في اشكاليه كبيره جدا جدا لما تتكلم عن فهم موضوعي للمجتمعات البشريه، ولما تتكلم عن فهم موضوعي للنفس البشريه. هضرب لك مثال بتخصصك، يعني علم النفس، اللي احنا بنلقى مدارس، بنلقى مدارس ومداخيل منهجيه مختلفه في تعاطيها مع النفس الانسانيه، او في تعاطيها مع الانسان بوصفه فردا، او في محاوله فهمها لسلوك الانسان. التعدد ده بيلغي مساله الفهم الموضوعي الموحد. دي حاجه. الحاجة الثانية، هل يمكن الحديث عن تأويل موضوعي، عن تفسير موضوعي للطبيعة؟ ممكن الإجابة تكون بالإيجاب، نعم، والدليل على كده العلوم الطبيعية. لكن على مستوى العلوم الاجتماعية والإنسانية، إلا إذا أعدنا تعريف مفهوم الموضوعية نفسه. دي حاجة. المشكلة الأساسية وين؟ في مضمار الأديان. في مضمار الأديان من الصعوبة بمكان إنك تتحدث عن مفهوم موضوعي للدين. عشان كده الدين مسألة بتلامس الوجدان، بتلامس القلب بشكل مباشر أكثر مما لمسته لي ما هو محسوس وما هو ملموس. دي مسألة. المسألة المهمة إنه برضو سؤال آخر، إنه النتائج المترتبة على القول ب أن تأويل ما للقرآن هو تأويل موضوعي، هو ده ذات الشرك يعني الوقع فيه أبو زيد ذات الفخ. يعني أبو زيد حاول إنه يتجنب الفخ ده بنقده للفهم الأصولي في تعاطيه مع الـ مع الـ مع النص الديني، لكن حاول إنه يتجنب الفخ ده بإنتاج مقاربة موضوعية أو فهم موضوعي علمي للنص. بقت المشكلة وين؟ بقت المشكلة إنه هو بيصدر من ذات المسلمة اللي بتصدر منها بقية التيارات، كلها بتدعي إنها هي توصلت إلى فهم موضوعي للنص، وكلها بتدعي إنها هي أمسكت بمقاصد هذا النص. يبقى على العكس تماما. هنا مع المسلمة اللي بيصدر منها أبو زيد، نحن هنا بالنتائج الأخلاقية المترتبة عليها هي إقصاء الآخر. ده موقف هنا ما بيقبل الآخر، وما بيقبل ولا يحتمل الخلاف. وده يتعارض مع كثير من مع الآخر. المشكلة وين؟ المشكلة إنه في الـ في الـ في الـ في الـ من الناحية الأخرى، إنه موقف ممكن يفضي إلى التكفير نفسه، ممكن يفضي إلى التكفير، لأنه التكفير هو في المحصلة النهائية شنو؟ التكفير في المحصلة النهائية، وخاصة أنه شوف مقولة رائعة زي مقولة علي بن أبي طالب، مقولة غاية في الحكمة: القرآن لا ينطق وإنما ينطق به الرجال. نحن اللي بننطق بتفسيره، نحن اللي بننطق بتأويله. دي الحكمة هنا في المقولة دي. المسألة دي مهمة. ليه مهمة؟ لأنه أنا لما أصدر من مسلمة الفهم الموضوعي للقرآن، بالتالي أنت التفسير أدعي إنه هو موضوعي، إنه هو يتماهى ويتطابق تمام المماهاة وتمام المطابقة
مع مقصدية النص الإلهي. هنا في مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة في أنه أي خروج عن هذا الفهم، عن فهمي أنا بهذه الطريقة كجماعة للنصوص الدينية، أي فهم يخرج ينحرف عن الفهم ده غير ينظر له مقبول بالنسبة بأنه فهم منحرف، فهم ضال، ابتداع إلى آخره، يعني إلى آخره. لي. فدي دي 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 النتائج نعم الأخلاقية اللي بتترتب على التسليم. وعشان كده أنا كنت بفتكر إنه بالعكس، إنه نحن مفترض نفتح الباب أمام التعدد. دي مسألة غاية في الأهمية، نحن مفترض نفتح الباب أمام تعددية الأفهام، وأمام تعددية التفسيرات، وأمام تعددية التأويلات للقرآن. القرآن بأي حال من الأحوال لا يمكن استنفاده ولا يمكن احتكاره لتفسير واحد في تفسير واحد. آن الأوان إنه المسألة دي تكون واضحة. يعني نعم. طيب دكتور نصر حامد أبو زيد شغله كله كان عن النص والنقص. النص عند أبو زيد هو التراث والتعامل مع التراث. التراث عند حامد نصر أبو زيد ليس واحد دكتور، بل متنوع ومتغير. الاستراتيجية اللي اتعمل بها والنظر بها نصر حامد أبو زيد للتراث ما هي؟ الاستراتيجية دي بتبدأ من مفهوم التراث نفسه، لأنه البعض وخصوصا الوعي السائد في التعاطي مع التراث بينظر للتراث باعتباره واحد، وبينظر للتراث باعتباره متجانس مع بعضه البعض. باختصار بينظر له باعتباره وحدة واحدة متجانسة. نعم. كويس. على العكس تماما، على العكس تماما، التراث ما واحد، وإنما التراث متعدد. بس الشيء اللي بيحصل إنه في عصر من العصور ممكن يتم تغليب واحد من تيارات التراث على بقية التيارات الأخرى، وتصوير هذه المسألة أو تصوير البعد المتغلب ده باعتباره إنه هو التراث. لكن التراث تيارات، التراث اتجاهات، التراث فرق، التراث مدارس متعددة ومتباينة تصل إلى حد التعارض مع بعضها البعض. دي مسألة مهمة، ويمكن التاريخ الإسلامي نفسه بيقدم خير دليل على المسألة دي، ويمكن الراهن نفسه، الراهن الإسلامي نفسه بيقدم يعني دليل على المسألة دي. نعم. التنوع على مستوى الفرق، على مستوى الاتجاهات الكلامية، على مستوى المنهجيات، في منهجيات التناول والتفسير، برضو بيثبت المسألة دي. دي مسألة في استراتيجية التعاطي مع التراث. مسألة أخرى إنه التراث ده ما يعني ما معلق كده في الفراغ. التراث دوما مشدود الواقع. الى الواقع والى الارض. وبالتالي انت لما تتحدث عن سياده لتيار ما من تيارات التراث، معناته على مستوى الواقع انت بتتحدث عن سياده لقوى اجتماعيه سياسيه ما. وعشان كده القوى الاجتماعيه والسياسيه دي بتتبنى أفهام داخل هذا التراث المتعدد، بتفتكر إنه مصالحها والمحافظة على هذه المصالح يمكن استدامتها من خلال تغليب فهم ما أو اتجاه ما داخل التراث على بقية التيارات وعلى بقية الاتجاهات. يبقى هنا مسألة غاية في الأهمية، إنه المسألة دي مرتبطة بقوة اجتماعية. المسألة دي غاية في الأهمية ليه؟ لأنه نحن البعد ده عندنا غايب. البعد ده الآن في المجتمعات المسلمة عند المفكرين المسلمين غايب. لما نربط التراث بالقوة الاجتماعية، اللي نحن لو دارين نتحدث عن تغيير
يحدث داخل المجتمعات المسلمة نحو الأفضل في مصلحة إنسان هذه المجتمعات، فلا بد من التساؤل عن الموقف من التراث، وكيف نفهم التراث، وكيف نتعاطى مع التراث. في الموقف من التراث نحن بنلقى فيه طريقتين أو نمطين في التفكير في التعاطي مع التراث. في نمط بينتج لي فهم تراثي للتراث، بيفهم التراث نفسه بطريقة تراثية، بطريقة تراثية، بيفهم التراث نفسه بطريقة تراثية. هنا ما في جديد، هنا بالعكس نحن بنلغي في ذواتنا، بنلغي عقولنا، بنلغي المسافة التاريخية الفاصلة بنفس الآبائية اللي تحدث عنها بالضبط كده. في مسألة مهمة خالص خالص، التراث ده هو شنو؟ التراث ده ما ثابت، ما محنط. يمكن دي واحدة من سوء الفهم اللي مفهوم التراث نفسه. التراث ده يعني احنا مفترض ننظر له باعتبار انه في حركة بتاعت صيرورة باستمرار، زي مياه النهر المتجددة باستمرار. ما ننظر له زي البركة آسنة المياه. مياه متجددة باستمرار. وتجدد هذا التراث مفترض يكون مرتبط بتجدد الوقائع، بتجدد الوقائع. وعشان كده نحن مطالبين الليلة زي ما القدماء أنتجوا فهمهم للنصوص، أن ننتج أيضا فهمنا للنصوص، وأن نخرج من الاغتراب ده. هو ده فعلا الاغتراب من الاغتراب ده. نعم. طيب دكتور، ده اغتراب في الماضي، وبالتالي ابتعاد عن الحاضر وعن مشاكل الحاضر وعن قضايا الحاضر وعن همومه وطموحاته إلى آخره يعني. نعم. طيب جدل الدين والسياسة دكتور، جدل الأسلمة والعلمنة، يعني أشرت أنت في جزء من حديثك لهذه المسألة. أنا زي عايز أعمل تمهيد أو يعني تقديم كده للحلقة القادمة عن هذا الموضوع، من باب أنه الدكتور نصر حامد أبو زيد الإسلام هو الدين العلماني، دي كانت واحدة من المقولات الشائعة عنده يعني، وأسباب معاداة الخطاب الديني للعلمانية. أنا ما باقي ليه كثير دكتور، لكن ده مدخل كده عاوز أفتحه ليه، أفتح به الباب للحلقة القادمة. أبو زيد يعني يتحدث عن المسألة دي، ويمكن هو يعني قدم مقاربة، يعني يمكن دي المسألة الملفتة للنظر للعلمانية، مختلفة بعض الشيء يعني عن المقاربات السائدة المألوفة لمفهوم العلمانية. يعني زي ما تفضلت أنت بأنه عبارة الإسلام الدين العلماني، إحنا بنلاقي إنها بتتكرر في كتابات أبو زيد، ويمكن في واحدة من كتاباته كان بيشير للإسلام باعتباره الدين العلماني بامتياز. ويمكن المقولة دي نفسها هي بتسير كثير من التساؤلات، بتسير حفيظة كثيرين يعني. نعم، هي ممكن تسير الكثير من التساؤلات، وبتطرح يعني يمكن أول سؤال إنه يعني ما العلاقة ما بين العلمانية وما بين الإسلام. صحيح انه في 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 مقاربتين هنا، يعني في مقاربه بفتكر انه ما في اي علاقه ما بين العلمانيه وما بين الاسلام، وبالتالي الاسلام يتعارض بشكل نهائي وبشكل مطلق مع العلمانيه. دي مقاربه. في مقاربه اخرى بتفتكر انه ما في اي تعارض ما بين الاسلام وما بين العلمانيه. يمكن نفصل فيها اكثر في الحلقة في الحلقة الجاية. لكن الحقيقة دار أقوله شنو؟ الحقيقة دار أقوله إنه أبو زيد كان بيفتكر إنه الاحتراب الدائر ما بين العلمانيين والإسلاميين، كان بيفتكر إنه المسألة دي دوما بيتم تصويرها من جانب الخطاب الإسلامي الحركي بأنها هي معركة بين الإسلام وبين العلمانية. كان بيفتكر انه ما في اي معركه ما بين الاسلام وما بين العلمانيه، ما في معركه بين الداخل وبين الخارج، لانك لما تقول بين الاسلام وبين العلمانيه
كأنك بتتحدث عن الإسلام باعتباره داخل والعلمانية باعتباره خارج. هو بيفتكر لا، بيفتكر إنه أصلا المعركة دي سميناها كده يعني هي دائرة في أرض إسلامية إسلامية. إذا استعرنا تعبير الراحل جورج طرابيشي، لأنه جورج طرابيشي عنده كتاب عن العلمنة، أفتكر إنه سماه العلمنة كإشكالية إسلامية إسلامية. فبالتالي هنا الحديث أو زيد بيفتكر إنه أصلا روح المعركة دي هي دائرة في داخل الإسلام نفسه، بين أنصار أسلمت العصر من جهة أولى، وبين أنصار عصرنت الإسلام من جهة ثانية. وعشان كده هو بيفتكر إنه المسألة هنا، المسألة بين أسلمت العصر وبين عصرنت الإسلام. إذن دكتور، جدل الأسلمة والعلمنة أو جدل الدين والسياسة ده موضوعنا في الحلقة القادمة. شاكر لك دكتور مجدي عز الدين حسن، أستاذ الفلسفة في جامعة النيلين والأمين العام للنادي الفلسفي السوداني، على أمل أن يمتد بك اللقاء في الحلقة القادمة. إذن ما زال بين يدينا كتاب العقل الإسلامي المعاصر نحو مجتمع ما بعد أصولي. في فصله القادم نفتح مصارع الحوار حول جدل الأسلمة والعلمنة أو جدل الدين والسياسة. حتى اللقاء في الحلقة القادمة، تحياتي وفريق عمل المقاربات، وإلى اللقاء.